يعني فهمني في واحد الملاحظه راني شفتها هنايا، واحد الشريط يدور في تاع الاخبار هذا، الطيحان مجانا كيفاش؟ ايه الطيحان مجانا للمرضى اللي عندهم لانيمي فقر الدم سما، مجانا الطيحان نجيبوه ونمدوه مجانا. مدوا المرضى اللي عنده فقر الدم وعندهم لانيمي، اللي يجي يدي باطل، اللي يجي يدي باطل يعطيك صح. يعني وكان نزيدوا ديروا للمواطن يعني الضعيف ديروا له ساعه ساعه وتخلعوه شويه كبده مجانا شويه. انا خلعوا والله اللي ما عندوش نعرفوه انا خلعوه بربي ان شاء الله نورمال، ما عندنا ما خسرنا على الناس، هذم مواطنين يجيو يقضيوا من عندنا، اللي عندوها وباين اللي ما عندوش نعطيه نورمال. الدعوه مساعده بها والله غير مساعده الحمد لله، مواطنين هنا وسقسيهم بربي ان شاء الله رانا مساعدين الحاله، نجيبوا لهم حاجه نظيفه، حاجه واش نقول لك كلش مليح. راهي خمم في المرضى يعني وين مداير لهم الطيحان باطل، يعود عنده لانيمي والله يعود عنده كيما نقولوا فقر الدم وذاك، يدير له الشيء هذا باطل. وانتم يعني الجزارين ثاني نتمنوا ان شاء الله تعم هذا الفكره على جميع الجزارين، يعني الله يبارك تديه الفائده في كلش، الطيحان مدوه باطل.